السلام ربي يفون. مرحبا يسون يمسن غي عزين غير سيرا واد زكي راون البرنامج نون ابريد انت نمورث. مرحبا يسون غير سيرا واد نانتا انس خصا كان سيول لخفو نورزم يتواكين ومورا مينو ازكات وريوين البرلمان المازيرتنا نخفير يسو يليد محمد وزدي صرباتي نصر اصل الخطاب نسي مقور نادي وين شيانا زيت نقاض نايت خصان اسيمي كث مازيرتنا غي سيولو يليد محمد وزدي صرباتي نصر اخور جوجي يا وشال كث مازيرتنا غاد لاثر نادي جا اخف سدامسا ولا خذو درتي مزداغ يسيو الخف البرنامج سواتي تورزمان يعاود لبني نوانسيو نيردمان يا ويدو جديد محمد وسطي صربيتي نصر خفي زرفان نيتو خان غد نتوجا دو عدو لاسني توكانا مشينا ديوي اي دخو صرصون دول الاجتماعيه دو سعاون اي مزداغ لاميس خس الحال الخطاب يا ويد شيان زيت براتين ادا ادي الخريطه وبريد نغد البلان نخفي دا اتدو اثوري النرباط ولا ثوري البرلمان انت ما زرت نغا انسيو رضاد متى ودور ادا دي لغ البرلمان قصرصو نرسال الدول الاجتماعيه لسيدا البرلمان ادي عاون قوس يدرف ان شيان زيت غوسي وين سومتا عاود البنين مراضين يضران قوجوجي وشال الحوز دو سيدي انو درتي مزداغ دو سيدي نغدو سدرف ومرا موالي توكان اخفي زرفان انتوجا تين قاد ناخف دانسي والدين جيو الناس صرحاب شيان لكن الاستاذ محمد شرورو نيا النائب البرلماني زي الحزب الاصل هذه المعاصره استاذ شرورو مرحبا بك أزولو المتنخ مرحبا سي مسين الهزاني مرحبا بك أم كينا صرحابا قوي رواد السيد محمد ملال نيا النائب البرلماني زي الحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سي ملال مرحبا بك أزولو لكم تشكر في الدعوة النون للاستضافة البرنامج تنميرت أستاذ أم كينا صرحابا قوي رواد خفو بريد سكايب الأستاذ الحسين أولودي نيا زكي مرزا الجغرافيا السياسية سي الحسين أولودي مرحبا بك أزول الأستاذة فضل مرحبا أزول مزيرت ولا برانك مزيرت مرحبا بك يمنا غير زينه ذات ما غنسفل لمرا والخف كلتين قذاذ انا عايد غير ميديدان كوانا ونغد الخطاب مقور صاحب الجلاله اليد محمد وسطي صرباتي نصر كتقرا ضغط سجيد والمتن غير بحاكازي يا الخطاب السمقوري يا صاحب الجلالة الليد محمد وسطي صربية تنصار يلمسيب تنرسوم من ثوالة ثامس قروت نسكوس تشريع وشرادة سي الولاية الشرعية تصحضا شادي وقليد نخطي حضر به لسبة الخطاب السمقورة سل الإرادة نربي سبحانه وتعالى إذا سكتي وقليد نخس الزلزال يوثن تمازير النخ ديوجان لولوفن الشهداء شيان لمتورسن المجري ديوجان شيان الألام استغني مزاخ كل سوغليد الشعب ذا سي طنجاغ الكرات نقرن مازير تغرسغ لوينس إذا سكتي وقليد نخ سل آية القرآن ين ربي سبحانه وتعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا يسترى أغلد نخ سيربي عز وجل أذي توثى أشال نخ ذا الرحمة سالعبادة سالضعفاء ذا المساكين إلا أن دون رحمة ربي ينا أغلد نخ مازد مغارد يجازل زالا نزال حال ما شاث وجد مزير نخي لبنيد الإعمار ذا مسيخ صادية ليوستامان والصيودة المعيونات يتوجيون يتزل زالا يتسدر فوعدول ذو عود لبنيد ثمناظين يتضارانا توفرسنا ثوري وين إيانتين الساس ذا مغارد تجال مجريتات شيئا المشاعرنا الألم مشا بني ذا سيتصدهر الفعالية مونا مدان دخول المغربين ججن مزير تبران سي مثال نوم عوان دوم يواز ذو بدات تسياني مزداخ في كالزلزال امشينا يسمغرو قليد نخص التضحية ديال القوات المسلحة تقلدان تمكن القوات اللام ذي جران تنباط الإدارة الترابية دل إنقاذ ويسيس عواني مزداخ في كالزلزال امشينا يسنمر وقليد نخطني لياتي مزار تشقيقين تيم الدوكا اللي صدهرنا ميواز نسنة ذا الشعب مغربي ذا تيسي بدان تسيان مزير نخي المشريت هذا ايادي وقليد نخطي حضر بي ما استظهر المجريت الزلزال دور المثال انت مغربيت استغيت مزير نخط سور في سن مكان البحان تاساسين التجان المغرب سدوامة هذه زايدة هي القوة العزم يسمى سرايا ستيقا ذو ناروز ايانا ثميثا هذا الروح ذا القيم ظل نيودون اي خولي مغربين ايانا الساس خذ بدا ثمون المجتمع مغربي ايانا ثميثا انتينو مريسر سدو السور مزيرث ايلان مكان المكوينة ثانت مكية مغربي تقبورث يخالف نسلين في ساحة الانسجام ذا ثميثا الكونية ايدي سكتي وليد نخ استرسلت نسنتو ثانت مكية مغربي ثيمون ايانا ترسلت الدينية الروحية يلا يمز غورانس في مثال أن الإسلام السني المالكي يبدأ في الإمارة المؤمنين يسترى التيل الوسطية الاعتدال ذو رزوم خفوية ذو مسامح ذو معايش إذا ما كانت ديانات غرميوين أن يوجد تمزير نخة يمداية النذر إزدين كل مغربين دين سلمند اليهود ذو احتار من ديانات ذو سنوين يظن اترسلت ذي سنة ذي التمثال ثنتين نمرخ بدا الأمة مغربية يبدأ نخ في الملكي يخفي للإجماع مغربين يسمون مكان مكونات الشعب مغربي ميجال ساسنسا ثمود البيع المتبادلة غير العرش ذا الشعب يا ذي تيرين مزيرث ذا الإجماع فثامون تنمورث سي ترسال المغرب ذي قبورين اسموني مغربين يا الإطار اسمون كل ميناو انثمكيت ثنمورث إترسل تشرت
إيات يدي وقلن خربية تحفظ تمثر نومي وزد التماسك الاجتماعي المجانة في سوتيوين ذات سكوين إيان أمون مغربي ذا الساسي صحان يسوثر وقلن خا أذي الوستان ما نوطفار أنا ثميثار أذغري لوا دور قس نيود نمون تنمور ذا التماسك العائلي ذو صحبيب ذا نالكرما وفقان ذو سزا سلعادل نوثر نيم ستاغ يدي وقلن خي الخطاب نصيم قورة يتني لا يذا مازدقو بريدنا القيام الوطن يسزان استوجدو مزدين العائلة أيضا توي ثبرات يو قليد نخي وخثان ثنبات خفشان المراجعة المدونة توجة ينا وقليد نخ ماست توجد يثار سلخ في بدوا مورخ في الحساب ندو السور يخصى التوفر الأسباب نمز داينس ينا وقليد نخ ماست المجتمع ورتدو غرداء ثغاس مشي سقيد توازن نسا إذا سيدو قليد نخ ماست توجد نصنفار الإصلاحة في مقور خفشان هذا ديكسنا صنفار نس نيودون الحضاني مزداغي يعني الساس نمدي الاجتماعي ونسيمي يدي وقليد نخ في ماسيت هذه تسنيود البرنامج هذا أن الدعم الاجتماعي المباشر وشمل نسكوس هذا دخف الشناذ نسنيود مثال نمي وزان مون أيدي وغليد نخاطي حضر بي مسي تقرر أذوري تقل برنامج هذا غسوين تعويضات العائلية مسي دان يوضغ الفئات يظن يحتجانين معونات يلا يدعم ذا تزانين لان يلعمر ثوري ذا تزانين مثني زصاح ذا تسلميوين زياد خثو جيوين إنيزان يورلين إفراخ إلان يلعمر ثوري لومن ثو جيوين تقبال مدني مقر يلعمر إذا سلفضل الله ثرنس أيدي تال برنامج هذا ذي زيد غرداثة سوسويرا نوذر نتوجي وين ذو حرب نسخص الحالة يدا ذي زيد غرداثة سوسيمين نوذر نمزداغ يدا وامونا أدي زيد غرداثة سوسيافو ذو ميوازلو من داثة انطواري ذو برنامج نضرفياثة إذا سيدي ولدنا خامسي وجاثان باطفات سنيود دول برنامج هذا قبريد نمثار أن القانون أن الإطار يزدين غلحظان مزداغ خفي مساسا البرلمان يخصاد تسنيود تسوريف ستوريف إمساسا لاعتمادات نذري منه إتو حتذني المستوى الزيلة ذات تغطية المبالغ ذات تحويلات نذري منه إنه ولد نخماس يخصا دي كانوا مدى ينجحنا إزدين غر سيجي الاجتماعي مون يخصاد يسفيد سياء ونغرثي والتكنولوجيا تمينوتا يتني لايدا دي سيثرو قليد نخ خماس يخصا يدي لي وحتار من مثار النمية واز ذا الشفافية الإنصاف إتوشف الدعم ونتي حدا جهنا يسوثرو قليد نخ سيتنباطة سوريخ ثوكي الأسبقية دو سوريخ في البرامج ندعم نوذر نيم زداغي لتأمين إذا ومن الوسائل التمويلة يوكذو قليد نقف مسيخ سايد إلي اعتماد في الحكمة يزيل نص نفار هذا سو كل ثيمي ثارن سيخ سايد التوية تمناط نظفار ذا تقييم غرتين غير دي سيتي وليد نخر بيا تنصر اسوا دور البرلمان وسنيوتون يرسل في قبورون دي سنيوتون يصنفار ذا الاصلاحات مقور ذو استمان التعبئة لحظة ذا الدفاع في القضايا المزيد المصالح نسي مقور وخير الختام قوله تعالى وقالوا الحمد لله الذي أدب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسود العادي من غازين من الأول دي نمشيو هنا كده تحاضر ناس نمر غيثيك التظار تينا مرحبا سكول ويساق دي تفور لازق جشن مازيرتنا ولا أزق برا الناس سي محمد شرورو يعني أي ديد محمد وزدي صبات ينصر إريس خفو نرزم ومراد أمينو النوري وين البرلمان سي الخطاب مقور كثي زويري رعانك غرسيد الخطاب التبراثين ناديك سديتان والهاش تمزقر وتبعدا يخسان يسين بأن أكتم البرلمان المرتاد يدد قشت المرحلة خاصة ونخ بأنه أقلي دي سيور خف زنزان نيسن المغرب ونخ بأنه يش الحشت يخص أخذنا أتنسين بأنه المغربين الحمد لله غطي ليش شل الكاريتاغ غطي ليش الحشت اللي تيري انتضمونا مقران يعني وريلي المتيل نس وريلي منتا ونخ أقلي دي سيور الحشت تمزقر وتخصاخ إمزدغاد هذا سن سوجيد يعني الامكانيات النخسانين كتغول ادعيش العيش الطبيعيه ظن خ بانه ثل الوكاله نزري البرلمان نغامر الاختصاص كتعاود تبنو تعاود تزري بردان تزري كل المشاريع لا الامور ظنينين تهمانين نخميس يولو وليد تنصر به هو عيد تنزيل الورش الحمايه الاجتماعيه ظن خاص هذا ذات قروس كاس يخص هذا يريد تنزيل المراحل قويا زيكس ايادن
ميتينين لامو التأمين الإجباري من بعد الدين التعويضات العائلية من بعد الدين فقدان الشغل إذن إلا الورش مسترسل نقمي دان شي كان الأوراش المستقبل إيري المدونة الأسرة نخمي السيولو بالليد دون نخبي أنه المرتي السناتية ذاك ميتيري لإصلاح المدونة الأسرة لا يلجنا أنه غي يخدم القوية تشيناس يعني الأجل ستديور ركت سوجيد ينتقرير دون نخبي أنه يعني شي كان المشاريع النخمي إلا الإجماع الوطني على حقاش ذات تهمان ين المعيشة مزداغ دوك ماني قلان دون نخبي أنه المشروع اللبني المناطق الناس نين زلزال نخذ ذلك النموذج المغرب هذه فكرة كالمستقبل هذه عاودة كورتجروش الحجرية كسان سوجيد يخفاو النخ المناطق خاصة المناطق الجبلية مناطق عرين المناطق نقمي تصعيب الحال ونخ بأنه الطريقة اللبنية الطريقة نسميها الزري بردان الطريقة المعيشة مزداغ إخس أن هي المجهودة مقران ولكن ظننا بأنه الحمد لله هي الحساب نترزمت مزيرة النخ نقمي غيري يعني أدساه من إمزداغ أدساه من لاوين المغرب ولاوين برا المغرب كان شاء الله أن قمنا نقاق الكوفيد ظننا بأنه كل الأمورات لتجا الحمد لله ينتضمون ينتمسك إنقري مغربين لتغرنا تقينيج الحكومة غير غورس شي كان الأوراش نخمي خصها تخدم لان المسائل التهمانين القوانين ونخ بأنه إلا القانون الوكالة الدايزري إلا القانون غادي يدون شي كان القوانين غادي يدون ونخ بأنه إلا القانون الجنائي ونخ أنت ديك تدون شي كان المقتضيات إيري قانون الإضراب نسن بأنه قانون الإضراب 2016 لا يقيم قرفو في البرلمان ولكن غير حكومات يعني شار وعد تشا تقاول كتوي القانون الاضراب دونا القانون الاضراب اللي تقين يعني النظام ينقر المشغل دونا خدمنين نخدم ديك الحمايه الحقوق نسير نسول يعني مثلا الثوري وين دادي البرلمان الدوره دغ مثلا اولويات النيتانه ديالي غير تو استاذ ملال يعني اي ليد محمد وسط صرباتي نصري شيت الخريطه نبريد يتوري البرلمان ولا الحكومه كل عين ديدان الخطاب من سنايم قر اولا ولد فاطمه ري غتبلغ التعازي اولا الضحايا والعائله الضحايا اللي التوفان زلزال 8 شتنبر ثم اتمنى الشفاء العاجل واللي يعني الجرحى المرضى اللي غير ثم كذلك نساول كذلك في المجهود اللي تسكرت مزيرة النغ بالقيادة جلالة الملكة تنصر ربي باش يعني أولا الإنقاذ ثم المواكبة الأثار الزلزال سواء على المستوى الاقتصادي على المستوى البنيات التحتية ثم على المستوى كذلك الاجتماعي نزرى المجهود اللي تسكر يعني القوات المسلحة الملكية اللي تسكر كذلك القوات المساعدات جميع السلطات العموميه كذلك بتوجيهات ملكيه ساميه اللي نرى بان النجاحات اللي تحققت مزيرتنا الكارثه ياد ارتبين اولا اننا دارنا مؤسسات قويه دارنا كذلك مجتمع مدني يقظ تيلي دارنا كذلك يعني التعاون ديال تضافر الجهود خت مزيرتنا نزرى المساعدات اللي توش كان الجنوب تمازيرتنا العيون الداخله نزرتنا طنجة نزرتنا بجميع المناطق تمازيرتنا فالسنه التشريعيه اللي نسن جلاله الملكه تنصر ربي يعني هي كم مجموعه من التوجيهات الافتتاح للبرلمان الانطلاق للسنه التشريعيه دائما ارتين التوجيهات الملكيه ولكن التوجيهات الملكيه الساميه غل افتتاح الدوره ولا السنه التشريعيه 11 كانت استثنائيه شكون كانت الظروف كذلك استثنائيه نزرى الزلزال اللي كان يمكن نسمى مدمر البنيات التحتيه غل المناطق اللي تيودران نزرى كذلك المجموعه من الاوراش اللي ترزمت مزيرتنا اللي خصها يعني الحكومه خصها كذلك البرلمان كي قتيان يقوم الدورنس نزرى كذلك مجموعه من الرسائل اللي ديوي وقلي دا تنصر ربي الخطاب
الملك السامين زراري سوالف، مجموعه من التمغربيت، مجموعه من يعني الامور اللي تربط الشعب المغربي غل الكينونس ثم غل التدبير انت مازيرتنا. نزرى كذلك الحضور رئيس البنك الدولي و رئيسة البنك الدولي ثم رئيس صندوق النقد الدولي اللي نزرى بان تلقى يات الرساله بهريم قرن عند حاضرن الافتتاح يعني السنه التشريعيه اللي غيان خطاب ديال ست المؤسسات الماليه في خاتارين هي انتقاء المغرب يعني هو يعني الافتخار المغرب سوينا غريوض انتقاء ديك ثقيل المؤسسات الدوليه. نسول غير كي كتنقاد ياض نسيم لمشي تسامح غادي خوري نسكايب الا قلنا الاستاذ الحسين اولودي. الاستاذ الحسين اولودي يعني الخطاب وليد يويت شيان تبراتين تي خاتارين نيزدين كل نسن مزداين سوفكانا مغربيين غدا سناموره مغربي دو هزاز تدرتو وناموره مغربي. اتمنى الاستاذه فاطمه قبل تجاوب في 60 وانطلاقا من الاجابه في 60 ديال تصريحات الاحاطه ولا ينسيق العام اللي حدو شكا الملك السامي سمر 7 لافتتاح الدوره البرلمان من الدورايات اللي كان استثنائيه بحكم ان الازمه يعني اللي يخلق الزلزال حماس لو تكوين لهم يعني الحاوز ولا النواحي المؤسسات ولا النواحي الترودنت ما يد فياح يد رسالة أولى مستقل أنه إخصاء نقنة للأزمة أن الدرحي لتفكير إيجابي وكا ماذا حدا وبليد محمد وستيس أتنصر ربي إفاح ين من نوت الرسائل تدي زوال ريحة زاول أثناء المفاجعة يعني اللي حلا الزلزال ما كيفاش استحتوين استحتوى الزلزال يعني دلمتو بانه اول ما سيبدا وقلي هو انه يتضامن يعبر في التعاطف في التضامن الشعب المغربي يتضامن يتعاطف الضحايا اللي يعني تفاني الحماس الفاجعيات كذلك ادعاء الشفاء سماس الشفاء العاجل الجرحى الازميه يتم باش يعني داحي سول في مساله اللي كان جد مهمه مستقل نويه المبادره المغربيه الطريقه اللي سيحتوي المغرب الازميه في دار وجيز يعني عن طريق تدخل سواء القطاعات الحكوميه او غير الحكوميه. علاش الرساله زوارت بين انه الا تناسق يلي ينتعاون ما مع المدني من جهه الجهات الحكوميه او القطاعات الوصيه من بينها لا الاداره الترابيه سيدي لنس درح ولا الوزاره الصحه نعم الوزاره التجهيز اللي درح لمصالح الوقايه المدنيه القوات المسلحه الملكيه القوات المسلحه الملكيه تماما الدور البارز اللي تجلى الحماس في الفروق للرومات الاطلس يعني ساهم في العمليه بامتياز للميداليين لانت يعني الهليكوبترات القوات الجويه اللي يسيل الضحايا اللي يوزع المساعدات بطريقه اللي كان يعني رهيبه جدا نجى العالم في هذه الصوره الى العالم باسره انه اين هاتين المغاربه درسي القيم المواطنه اولا لانت القيم التضامن لانت القيم التعاون التآزر حل ازمات حل فرح ولا حل قرح يكلي كله نفايات الصوره العالم في المونديال لقطر سبكاسا ديزري اخرى العالم حل ازمه الزلزال الحوز ولا تارودانت ولا الورزات ولا جل المناطق اللي حيوت الزلزال كذلك لا رساله يعني تعلق سماس المساله اللي كان مهمه جدا يحن سوال في القيم الوطنية أن سوال في القيم الروحية الدينية أنه القائم الأول نحت الراعي الأول القيم الوطنية حماسة مازلت المغرب نحت قديت المغرب يقدم مؤمنين يعني تحت رعاية إمارة المؤمنين إمارة المؤمنين نحتي قام سني مالكي العقيدة الأشعارية كذلك مثال حماس الدول الإفريقية للعالم بأنه دين الوسطية باعتدال إلا دار المملكة المغربية الشريفة كذلك المساهمة في الإطار أنت من الأقيم قد مصوت الأستاذ حسين لودي ربما يبيهم مصوت يلاقيه
نعم أدنى عيد أدنى عيد في رياض أستاذ الحسين أولودي نسول نسول وقت نقاض ناك تصور دلو تستمى دوالة هذا ما غد العيدة كان سيو الخفات نقاض يضن راندو أنا رعا الرأي ني برلمانيين غد نواب برلمانيين قد مزير تنغ ونرزمي تواقيد ولي البرلمان ميتيني هني خف الخطاب نجليد أدمتا أتمثار نزيك سوسينا ندوغ ربورتاج داخت سجيد أولمات نغزهر أرجدال الخطاب قلدان باب ودو رجليد محمد ويصديسة ونرزم البرلمان استملدان ونرزم تسوتل تمزواروت انتو زريفتي سكرات الولايات وزريفتي سمرودين اغيسا ولقليد محمد ويصديسة فندودي اللي زرين في مزيرتنا يبدرتين ديتين تغريوين نمزداغ ومونة مغربي لغمالان توفقانيت توزي لسيد اللي توسل انت مزيرت اليوم كان تأكيد على القيم الرفيعة في المجتمع المغربي نهاران زرات تأكيد خلق قيم ثم قرانيين أيدو مغربي إذهانت هذه الكاريثان ونهزين تمارت أي تسبيين بالمغربيين زمان خمية واز ذو شراش وقوم عوانا نيوداني الدار زي الزلزال على أنهم يساهموا في النهوض بهذه الساكنة التي قدمت شهداء واللي نهارت المنازل ديالها السد غفصنا النورس بنو برلمان سلام ديدنا يوغليد تحفظ ربي يساول في تيمون ني مغربيين يساول في القيام نت مغربيت اللي كلو كيغن غي صدغن كاين مغربيين غصاد نسلا يوغليد اللي كان اقليد افغان اللي ما غنفت افغانيت نن مغاربه اللي ويد كلو المراحل نتفغانيت اللي 70 افغانيت ني مغربيين الزلزال نقدم جيلينا نمس الحوز نغدا دران درن يسولو قليد محمد والصديس الخطاب نسا قلدان في تقريو تأنتوجا اللي قانا شاموش نشوماش نوامون دي اختستوا توجا أمون كلو تأريد تستوا تقريو تاد لفرديلين يمينوتن أفاد تقدات ودا تدر تنتوجا سيات الصيفتي عمان دينا ياغا مستوجا نتاتي قان تطفين صغوامون ستين ديتين نسا دوست قمينز خطاب ديال سيدنا الله ينصرو كان خطاب تاريخي بكل ما تحمله الكلمة من معنى أولا سيدنا تنصر سيد ربي تغاث ووار تاريخي سيور خل حصيل عن الوطن ذي وشيت ميازة تقدم للازدهار وما مشي سيور صاحب الجلالة خون هزين ثمار تيوتين الإقليم من الحوزة وينا بليم غربيين سشنان بلا غرص نور ذي الجاش شعار نساء الله الوطن الملك وسلي استحضار ووار ثب غربيت الوطن الملك في استحضار لكلمة مهمة وهي تمغربيت الاوراش اللي كاينين لقدام تفعيل الحمايه الاجتماعيه بالخصوص زرام غيلاد سيدنا يسي حديد قبل يكملوا سكواساد يبدو الصرف نغير اللي كل كان المهم الحمايه الاجتماعيه الورش الحمايه الاجتماعيه اللي كانت التعويضات العائليه للمساعدات الاجتماعيه المباشره زغنقرة ديتين توسي أنامون لتوسان غوامون مغربي إيقاتا أتيق انتوجا تزدين إيقاتو لتبرتة تقلدانت اللي يفكو قليد محمد والصديس يمقران تنبط أفد يبدوخ تساورت نسمتو حطو أنامون لقانا شاموشا جدانا تزرات نامون تنفليت دمياد رقيس اسم الهند ناليت تنامون سسراد دأرزن انتوجيوين أستاذ العيد من غزين أستاذ محمد شرورو من العلا يعني أي ليد محمد وسطيس يوي تخشيان تنقاضي بدات الزلزال دخول تم السوبالي يتق المغرب كذي تعود لبني أنوان سيونا كذي تعود يعني ثلاثة نتودر تغرسي مزداغ النا إدارة قرججي وشان ثمانية شو تنفير نسن يعني ما سيليد زقوسنا مزيرو جيجرى الزلزال يبد خفولو يجمع نيت كواكيني وشايد الراي نسا كان فأنا وغرس سينا غرتي وتأزين وسادة هذا نسن مس البرلمان الساد قو يراو نسا مزيارو إسفاد نيت الزيزاد قي سقطيت نيت واكين زقتي النواب يعني الدور نيلان غيرو نكنيوني كبرلمان كمجلس النواب قو سدرف دو سعاون أخفو عاود لبنين غد الإعمار نوانسي وناد نقيد شوف شي وشال أظن نخ بأنه دور نخ كبرلمانيين الحاج تمز قروت الجانب الرقابي أظن نخ بأنه الحكومة غرسية البرنامج
نتيوي قوم زوارو دغي البرنامج هذا وقعنا غير ديك شي كان شي كان يبدل شي كان التغييرات على حقاش دغري يخصها منتنين ان يدير التاقلم بالوضعيه وضعيه دام زكاروت هو منني الوكاله ان ما يتموش تجمع المشاريع على حقاش لنسوا الدماغ في النميتين التقائيه البرامج غير الوكالات يتموشاش انت غايقين منتنين تدير المركزيه تسمون انت غايسمون كل شيء انت غاي على حقاش ديك ستام زكاروت المساهمات من اللانين خصها تيليا الشفافيه تيليا التتبع الميزانيه العامه ايوي للنس ولكن البرنامج الوكاله يخصاس تعاود تبنو اغرمان القصبات ان اللانين الامور امون ديها شحال هي على حقاش غير نسن بانه كتمض يانو دوار غندي يانو سون اثر تسنس يخص هذاك الشيء كان الاجراءات يخص البنيات التحتيه نسن بانه دغي الا ونغرمي لا 100 متر الا ونغرمي لا 300 الا ونغرمي لا الماشيه الا ونغرمي لا اسم سليتك فلاح المعيشيه من التنين ظن بانه الوكاله تدور النس ولكن اتيلي المواكبه للحكومه قويه هذه تهمان البرامج من دار التعليم يخص الحكومه يخص الوزاره المعنيه تسجيد اين يتهمان الاساتذه اين يتهمان البرامج يخص الدار وزاره الصحه هكذا انت خصها ديريني طبيبا يريني يفرملين يري كل شيء الوزاره انا غير انت خصها تيري لا توجد هي المواكبه على حقاش دغي الوكاله تخدم القطاع الخاص ولكن البرامج الدوله خصها تيري نسلي داخل البرلمان بان شي كان البرامج تسموتين غير سنسين على حقاش كذا فن خاصه اذا تهون تمن التكوين المهني تهمن الاسره والتضامن شي كان الامور ظن بان الدور البرلماني محوري الحاجه تمز قالوا تغرس الحق هذه سقسا حاجتي السنة غير هذه الحق هذه المهام استطلاعيه من كتي تيويلوق حاجتي الشرط يخص تيري اسئله كتابيه لان الاسئله الكتابيه غرسيه الطبع محلي خص انسقسا خاصه البرلمانيين المنتخبين تمانين المناطق هاي ظن بانه كيديس المراقبه من غد اللحظه توري الحكومه الا التشريع غير البرلمان نسولات نعيد غير نقيط استاذ محمد شرور غير استاذ محمد ملال يعني الزلزال غد الاعاده الاعمار الاعاده البني نونسي ونيضران كورجي وشال كيني وني كبرلمان إن أستاذ شرورو مس الدور نونيات وين المراقبة نغد أطفور نكون لا ينتق الحكومة ولا الوكالة اللي تختار أخف شاند ربما لن تغوسي وين يظن غير البرلمان أتني سمتا تشريع لأن نسيت تجربة نسيت المواعيد زلزال الحوز ثم ثاني تخصا التنميه الجبليه التنميه المناطق الجبليه نسن الى القانون نيان وين التنميه الجبليه نيسول له جاج البرلمان يسورتي ويض الوقت ان غادي يسوري ويض الزلزال الحوز يا الناقوس اكاتي غير مكنيوني كبرلمان ادي دو القانون هذه دغنسن ماس زلزال الحوز يعران غد اكسا غاموس خف الوضعيه الهشاشه الوضعيه الاقصاء ذو الطرف المناطق الجبليه. نسيتي الناس شرورو ولا فاطمه فال اولا الزلزالات يعني يسيء الجانب لستينين يا مظلم يعني قاسي يعني تضران كيس الساكنه تضران كيس ولكن كيس ديال الجانب يضني لسنيت نيت هو انه يسبين بان المناطق الجبليه خت مزيرتنا المناطق القرويه يعني خصها تنسول يا العمل باهرين قرن جلاله الملك يعني الخطاب نصغ قدام البرلمان يحمل ليا المسؤوليه الحكومه خت تنفيذ البرامج ثم الانصاف للمناطق يحمل كذلك البرلمان باش يعني المقترحات ولا المشاريع القوانين اللي تخصان المناطق هذه خصها تفورن في اقرب وقت ثم كذلك هذه المساءله للحكومه يعني جلاله الملك الخطاب يساول في الحكامه يساول في تقييم السياسات العموميه يساول كذلك المراقبه العمل الحكومي غير الجانبه نزرى بان يعني المناطق المتضرره نزرى قيسنت بان الا قيسنت البنايات اللي يتوب نانسيا الطرق اللي غنسمى بدائيه
يعني دارسنت مشكل المواصفات ورجسنت اللينت. نزرى كذلك بأن المسالك الطرقية اللي كان هشة يعني يوقع الزلزال بني غرسن. نزرى كذلك حتى المناطق المجاورة مثلا الصويرة الشيشاوة، نزرى مثلا أكادير يعني الأقاليم، كل شيء اللي قربنا الحوز كل شيء تيضران تقريبا، ولكن الدرجات التنين متفاوتة. ولذلك رنتينا وديركني بأنه خصا يعني الحكومة خصا تعيد النظر بعض البرامج خاصة المحلية الجهوية. نزرى مثلا البي دي ار الجهات خصا تفكين الأولوية المناطق القروية، يعني الديمور قامت يعني متخلفة كنيسة التنين، الديمور قامت ودرست لينت وخنزرة مثلا البرامج مثلا البرنامج التنمية القروية يسكري العمل بهريم قرن في المناطق الجبلية باش نفك خاصة كوينا تخصنا سيد نوسيد سيد نوامان يعني غراس مجموعة من الأمور، ولكن سول يسول ولكن إلا حيت الخصاصي قوت يعني المناطق تهمل انت سكواسنا، وبالتالي يشكل البرنامج التنمية القروية يحل يسكريم كي كن نتخفيف، ولكن خصها المجهود باهرين قرن. نتمنى هو ان المؤسسة اللي سيفكا سيدنا التعليمات نسبشة التيلي انها تسكريات الهيكلة جذرية للمناطق تفكيات البنية التحتية اللي رات ملائمة باش البنات كذلك تستافد التنمية اللي لا نخدم زيرتنا. جلالة الملك يساول كذلك في العدالة المجالية، العدالة الاجتماعية، العدالة المجالية، العدالة الاجتماعية والعدالة الترابية كذلك، لأن نزرى بأن المناطق هاد يعني دائما ارتقانت الديل التنمية، يعني دائما ارتقامان في الآخر. نزرى مثلا التزود بالماء الصالح للشرب تنتني الكوران. نزرى مثلا التعليم كذلك، نزرى المؤسسات التعليمية يعني لنقسمت مشكل الإشكالات. نزرى كذلك الدعم الفئات اخت مزيرتها جلالة الملك هاتي يعني إفكيات الإشارة باهرة قوية هي تسريع بالدعم المباشر. الدعم المباشر يخص المناطق القروية بالذات ربما الدعم اللي تموشن دغي الاوصانه توجيوين اللي ضرن الزلزال هذا غادي يوشي النموذج يوشا غادي يتسند يا فوتين نغين تعمم في مصداق المغرب كله. نسول يسول تسيو الخف القانون الجبل غدا ازرفان المناطق العواري والاستاذ ملال راه غير كدو استاذ الحسين اولودي الا كان خبرين التليفون وراه هي الحال انا مصوت خبرين سكايب استاذ اولودي. استاذ اولودي يعني ايليت محمد وسطي صربيتي نصر يختار هذه سيو الخطاو سيونات ذات البرلمان انت ما زرتنا يوشايت هي المسؤوليه ديال البرلمان اكوادي تخصا البني دو عاود البني انت مراتين كلنا نظرا الزلزال 8 شو تنبير يعني اي ليد محمد وزي صربيت نصري وشاد هذه سمغرس البرلمان دينا ماشي لازم غير سيري الدور السيد انت كوني تخصا البرنامج ده. تماما فيما يخص الرساله نحد الهدف الاسماء جلاله الملك اللي يسول في المسائل حماس تنظم البرلمان لقدام من نواب الأمة، يعني سواء البرلمان الغرفتين في كليس يعني مجلس النواب المجلس المستشارين دورنتو إذ دور البرلمان ك يعني دور مؤسساتي يعني ليلا أصلا البرلمان الحكومة إيجاد تشريع بالنسبة للبرلمان تيلي تنفيذ اللي شرع المسكن تشريع على سكن الحكومة تنفيذ يلي الدور إيجاد هام دار البرلمان اللي هو مراقبة عمل الحكومة سواء تقييم سياسة العمومية سواء تقييم البرامج سواء البرنامج الحكومي اللي ترس الحكومة غلط في الظرف يعني الولايات دار البرلمان الحق أنه يتسأل من يسلك إذ يعني تدقز قدومان ميقال العراقيل على حسب القطاعات مثلا نزرع القطاع الصحة نزرع القطاع العدل نزرع القطاع التعليم نحد القطاع التنمية بشكل عام خاصة رسول في إعادة الإعمار غلا اللي كان كحاجة آنية حاليا لإعادة الإعمار لإعادة الإيواء ميت بنيت ودرارين حماس الزلزال سواء الحاوز ولا حماس الميدان ولا حماس النواحي نورز الزات ولا مناطق أخرى ما يلقى دور البرلمان باش المار
سواء هي المساطير تسريع الدستور القوانين الاطار الميزان تسريع الوتيره تنزيل البرامج. نعم. يلي دار معه مسألة مهمة يضمن مستقل بأنه الحكومة ديجا دارت برامج تنمية، هذه سواء في التنمية الترابية، سواء في التنمية المجالية ولا العدالة الاجتماعية، يذكروا الأساتذة وخصها الدراسة اللي هي المقاربة ذات الحكومة أنها تنمز الخصوصية الجغرافية للمناطق، الخصوصية الثقافية للمناطق، الخصوصية التاريخية للمناطق، تنمز أولى يعني كنقطة يعني بارزة الأهمية التسكر يتوازن ما بين الجبل والحاضرة يعني المدن. تلي مسألة مهمة يظنين هو أنه الدور غير حاليا البرلمانيين كنواب الأمة، لأنهم الدور في الحالي ما تيقال النواب في الأمة اللي سرينا المواطن العادي يخصى البرلماني التسكر يخصى يساول البدل، يعني أنه المواطنين 40 مليون مواطن هذه كل منطقة كل جهة كل دائرة بنجز ممثل للأمة يخصى يساول سيسن السكنات. كذلك لا مسألة مهمة لمشار جلالة الملك أنه إعادة الإعمار صندوق للتسكان ولحل البرنامج لإعادة الإعمار لإعادة الإيواء يخصى التيلي يمك الشفافية، يخصى التيلي يمك الجدية، يخصى التيلي يمك الحزم ربط المسؤولية المحاسبة يمد المشرفين اللجان المشرفة سواء في الإحصاء غير درجة الإحصاء سواء في الوكابة سواء تتبع الملفات حيث علاش مدنا الأزمة وردناش كان عالج أزمة اللي حط مرانيس نسميه أستعالج بعض الأخطاء نعد بعض التيلي الزابونيان بيلي النوع اللي نتوري اللي ويجنح المستوى غير جلالة الملك مازال شكل الهدف الأسماء متيقن يقدر تسدي الحقيق برامج تنموية يخصى توريد الزنين يعرف المصدينين يشرر المصدينين يخصى توريد المدارس يعني يخصى الموسمة دور يضيع يخصى الفترات البنون يخصى يعني أمان المأصلح للشرطة الكمية يخصى ضوء التيلي تفوت حجرار الهورت اللي يدور الهورت اللي إغارة من الوزرين وزارة الفيزيك اللي يضرب فكر المجهودة يعني الآنية يعني إلا أن تحرك كان آني عاجل باش أترسل غرس إميت الفرق يضيل المساعدات للمشكلين سواء لقليل يعني مساعدات مادية أو مساعدات معنوية أو لا الفرق لإنقاذ للمشكلين المناطق اللي تضرني باش أتحقن ميتين تلي نقطة يضيل قال مهمة تعلق الدعم الاجتماعي المباشر لسنة جلالة الملك يخطي لي تفعيل البرنامج الدعم الاجتماعي المباشر باش يحدي دعم يحدي الخطاب جلالة الملك يحدي الفئات الاجتماعية اللي معنيين الأمر أرتيت أرتي سواء في تزالين مسلكين اللي لاني حماس اللاج للمدرسة أرتي سواء في الأشخاص اللي لديهم وضعية إعاقة ذوي الاحتياجات الخاصة اللي تزالين اللي بحالة اللي نولدتني اللي تدرح الأسر اللي داروا للأطفال والآخرين ولكن درسنا وسين 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 عوائلية ضمن كذلك جلالة الملك يسول يعني المسألة القيم يسول ما هو مشترك إنساني يعني في التجربة المغربية يسولها ما هو مشترك إنساني يعني يسول في تجربة التعايش في الجول يسول في التطلعات أنها تلاقي من الهول للأزمة ولكن نحتوي في المغاربة في المسألة التضامن تلي نقطة اللي يحبي يسمح اللي كنت زين اللي يحبي البد سول في المسألة القيم الوطنية الجامعة اللي يسول الناس القيم الدينية الروحية للمواطن المغاربة كلا الرعاية تحت رعاية جلالة الملك ك يعني مؤسسة إمارة المؤمنين هذا سواء في المذهب السني المالكي هذا سواء حتى في الدين الاعتدال الوسطية اللي قال المثال يعني تمثيل المغرب غير هذا كمثال بأن هذا تمثيل الدين اللي قال وسطي معتدل تيري دار الرياضة حملت من إفريقيا بأنه الطريقة الدين الوسطية يساهم المغرب اللي انتشر سواء غرب إفريقيا ولا إفريقيا جنوب الصحراء سماس نتكون الأئمة المرشدين الدينيين تيري القيم الوطنية والتي تسول في السوق الليل على حساب الغيب في المصطلح وتقليل اوبتيميزاسيون الدليل التي كانت الدولة الأمة يعني على سواء الدولة الأمة يعني الصدارة الميزة سواء التلاحم ليلا ما بين الشعب
دوك اللي نعم يعني استاذ حسين اولودي يعني ايات القيم نيلا المغرب غين عاد بدين كيديس المغرب نفغ زك شيان زك تساسين ناخ في اني كرخ المغرب نبدا زك كوفيد 19 يظهر دما سيد القيم ومياواز القيم ومعاون القيم انت مغربي ثنوري لي غرت ميزار يظن اي دي جاني المغربي غي دي سور في ايات تساسين نسو غير كنعايد استاذ الحسين اولودي سي محمد شرورو يعني اي لك محمد وزدي سي ولا وين سي ولودي يسيو لخف الدوله الاجتماعيه يسيو لخف الدعم المباشر نتا وجيوين انت مازيرتنا ولكن ذات ما غتوقف النقيط تلاقي تنقيط القانون الجبل ليسوا لوك البرلمان ربما يعني السؤال تلاقي ديك المسؤوليه ان الاغلبيه المعارضه لان ايد القانون غي يوض الوقت اكان اكان سيو خويا هذا القانون يعني اني ثم السومه ندي في القانون ندي القانون هذا غير ندي وشيت من راضينات يا الودوري وشيت من راضينات يجي البرنامج التنميه ناي ترعى الخصوصيه ديال المناطق الجبليه غسامونا تنين سن انا غور شويه غير تفير انا غور الكوفيد قال لي دا يوفخ دكيش الوضعيه يجا المغربين تبارك الله كان هي المجهود اللي كاغول الاختراعات اقول نمشي كان الامور نازلين فغنين ديك مازير النخ ربما انا كاك لكني الدروس يتميز ارضنيني دغي الزلزال واخا قال كارثه واخا ربما انت اخي جن ان انا سي شي كان الدروس دغي نعاود نبنو المناطق هذيك كالزلزال ولكن ديما يخصها نحترم الخصوصيه للمنطقه البلان نبني يخصنا نبنو المواد المحليه ولكن المواد المحليه نقديك الشيء كان التقنيه نيتقوى من الزلزال ظنخ بانه الخصوصيه ديال الاطلس الكبير وكاله الاطلس الكبير ظنخ دغي ربما ان شاء الله ربي لان تتر بانه ماشي تيلي تيلي كل اطلس غير تيلي الوكاله نز الوكاله الاطلس الكبير انت مي غاد نسوف شي كان الابتكارات شي كان الاختراعات اكنف انا من النخ انت غير النموذج عندو انا علو الوكاله الاطلس المتوسط نعلو الاطلس الصغير شي كان شارني الاطلس قال لنا غير خلق المغرب يخص كيونا داز نقيا المنتوج الناس يصلح لنا لا قلبني لا العادات لا اين نوال في المدينه تقين لا الفراويح لا كل شيء كل منطقه لا غير العرف الناس لا غير العوايد الناس لا غير كل شيء ظن اخ بانه هذا غادي ان شاء الله ربي تساروت نفتوك نشي كان الاوراق كبيره تهمان الوكالات المناطق الجبليه بالخصوص على حقاش غاتعير الوقت غاتصعيب هنايا كاين ثمره بزاف ثم الجبل ديال كان كل شيء لقيتي دير لوطا هنا قال الموارد كل شيء ولكن تعيش انت الوضعيه الهشاشه يعني والنخل كاين يخص هذا غول اللي مزداغ هذا غول غير الجبل ماشي هذا الاول نسك الجبل كدون غير المدينه خصها تيري غير هي الجاذبيه غير الجبل ولكن مش راه تيري الجاذبيه غير الجبل خصها نفكر المشكل ومال ني هنا غير ما خصها دايرين السدود التليات السدود الصغرى لحقاش من لا تدون غير البحر خصها تنمز ديس الفرشه المائيه ديك تقريبا 91% لا تدو يطغي ما يلاه يلاه 90% يخص يبردان يخص السياحه الجبليه يخص المناطق كل منطقه غير الغنى المغرب ما سمي الغنى المغرب ما قميله هو التنوع المنطقه غير دير لا تفاديا الشكل ولكن الحمد لله يا جماعه خيش الحاجه هي الكرم لانتيني ديما مرحبا ركاز واخا غير سي اللي ورو ظنخ بانه القيم النخ من السيور خصها تستثمر قري اتجاه انش اتمازير النخ ين يعني الحصانه ين القوه ين يعني المناعه زق 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 الكوارث ندون الكوارث الطبيعيه نستغي التغيرات المناخيه كاين ثلاث الوقت سي شرورو هذه اللي هي الاجماعين ديال الاغلبيه المعارضه جاج البرلمان لان وثاد ورديك للمزايدات السياسيه سي ملال ربما اياد القانون الجبل نيسول تقريبا 4 سكواسنا اياد البرلمان يوض الوقت اكاد دي فوق هذا القانون يوض الوقت هذا يرزم النقاش خف القانون هذا يوض الوقت انكس عارز الحسابات السياسيه ديال الجبال ان راعى لان وادي هي العار في المغرب نوسه المغرب ان استثمر البنك الدولي ولا صندوق النقد الدولي الاجتماعات نازلين مراكش يعني ان مسليات السياسه النمويه ديال المغرب يعجبس شيئا خاصه الجانب الاجتماعي ولكن كان وض غرتي زي نحافظ خويا كله يخصنا واش الاهميه المناطق الجبليه ادعيت غير التسريع الدعم الاسر قلت مازيرتنا غيدي محمد وسط صربات انصار انما سي لازمه ديالي التسريع لازمه ديالي الشفافيه قلت نقيطه
لنا يسيروا اللي نخاطي نصر ربي بانه سان كاروس كوساد ذا يبدو ويدي التمان التامين الاجباري عن المرض المرض من بعد ذا يدو ولا التمان التعويضات العائليه فقدان الشغل العائلات النغر ميلاني يمحضر لا تقران يشيران والنغر لين يزيد الصعوبات يزيد الشريحه إيه نعم إلين والنغر لين قبل المدن يمقران نقلاني يسبنس إذن هذه لي ين السجل الاجتماعي الموحد انت غاخيشين المخرجات كنف الدعم هذه الدو غير مدن الساهلين خاص هذه لي الاستهداف حقيقي ورتيري نظنخ بانه سجل الاجتماعي الموحد نتاع غاي يشين يعني التوجهات كان يسين ماني قلان ويس لاني الطبقه المتوسطه الطبقه اللي ضعفن نظنخ بانه غير حكومه لا غير سيال المسؤوليه تمقران خاصه انه اللي تنصر ربي غايا كشان شان التاريخ غايا كيخص الحكومه اتبع اذا نظن بانه لاخد الحكومه لا تخدم المشاريع لن تترزق ربي ان شاء الله يعني سكوزا انا علو سي ملال يعني يشتغل الحكومه الفترايات ناخذ قيمين سياسه قرر سكواس هذا اختوش يعني السجل الاجتماعي سينسي لا تبدو الدعم المباشر للاسر قبل تسول في النقيطه دري غتسول في المساله اللي ديوي تقرير النموذج التنموي تقرير النموذج التنموي تقريبا تي ثلاثه سنوات هي غير المنطقه بانه تخطيط السياسات العموميه ولا الامور اللي خصها التشكيل تغوز الدار يعني من بين المبدا ولكن للاسف الشديد الحكومه يعني عامين ديزرين وتخدمت المبدا يعني دائما عرفتي انت السياسات اللي التشكيل تغ المركز كل من بين الامور اللي تعيش المناطق القرويه هي ان الخصوصيه ورست تفكير الاهميه يعني هذه تنقطه ديال في السطر لانها هي اساسيه المساله التنزيل سواء الدعم المباشر ولا السجل الاجتماعي الا قلت يمكن الارتباك زعما نسول سلغه الواقع الا قلت الارتباك البدايه الا قلت الارتباك اش كون غير الاول واش كانت مثلا مجموعه من الدنارس ندير التشكى الرساله التليفونس بانني خصها تفتون تخلص يعني الا تحويل لي الزغل الزغلاموس الزغما راميد سلامو من هو مدير التشكى تخلصن بدنا يعني لا ورنوفان يعني لسني كان تفسير بانه كونين كممثلين سكان فتنا ودي السلطات راه خصها كنا تعالج من السلطات براسها ودارت انت اللي الحل ساعتا وشنا غير هذا يسي تعالج المشكله ولا يعني لا الارتباك اولا تسريع السجل الاجتماعي نتمنى ان الحكومه تسكر الاستدراك الى العمليات ثم ان يعني الاستهداف المدنات يعني اعتذارنا تجربه الكوفيد يعني تبان بان الوسائل التكنولوجيه الحديثه التي تسهل الماموريه وبالتالي يعني الخير انها يمكن التسكير يعني بصوره جيده ولكن خصيلي تضافر الجهود خصيلي كذلك العمل القاعدي الخصوصيه شكون غنتمد مثلا الجهات المناطق الجبليه ماشي هي المناطق الحضاريه ماشي هي اللي خطر في المدن هاد كل الدراسات ذات بين لا الفرق التنميه 30 وسكواسين ديال المناطق الجبليه ديال المناطق الحضاريه يعني 30 وسكواس هذا مش نسبد التنميه ديال المناطق الحضاريه ندور غير المناطق الجبليه يعني الا هي الفرق خطر ان تخصص برامج يعني طموحات تخصص برامج ناصحه لان الوضعيه العالم القروي غير تسوديات الوضعيه هشه ربما نعم استاذه فاطمه الا يعني جلاله الملك يودي العباره الخطاب اللي غيساول الاستمراريه التفاؤل استمراريه التفاؤل ما تنميقنا يعني الاساس نسن هو ان يعني نحقق التنميه البشريه خطوات نعم. مقرن نعم يعني باش دور يعني التفاؤل لا يلو نارو زخاتار لا يعني غنزرع العالم القروي نغد المناطق القرويه خت التسعينات نغد 2000 صغار الصاي الا الفرق الا الضوء الا نوامان يعني اش خصها الاستمراريات يعني خصها السرعه نعم خصها السرعه هذه خصها التوازن نزرع التوازن بين الجهات
توازن داخل الجهات، توازن داخل الاقاليم، توازن بعض الاخطار داخل الجماعات. هنا غير نهضر على المشكل، يعني المبدا نغايد نتفريع التدرج خصها تخدم بشكل كبير، ثم ايلي يعني الحوار الساكنه المناطق. هنا غير نهضر على المشكل، يعني التشكيلات السياسه عموميه مثلا تصلح هي الاقليم غادي تصلح حياه الجهه، ولكن حياه الجهه ولا تصلح يعني خصوصيه خاصه تشاركية. خاصه ما اللي استنيت المناطق الجبليه دارت خصوصيه خاصه. يعني ونفد انقارن مثلا المنطقه الحوز المنطقه مثلا بني ملال نغد الفقيه بن صالح، يعني يعني سي ملال اللي خص يعني السجيد البرامج التنميه المناطق الجبليه هذيك تيلي تي شركان المشاركه نقولوا مشاور كله اي ساكنه المناطق دا ساكنه المناطق النخب المناطق دا خص تاخذوا شي هنا ربما مثلا نيتنسن لان غير هنا تاخذوا شي يتس البرامج نور نسين كني كفاعلين ني بعد نخف خف خف المجال. السي الحسين اولوديت غير كعيط في كل ديات يعني ايليت محمود وزير باتي نصر قال خطاب النسق وهذه تخصها نصرصو نرسل للدولة الاجتماعية يسرس المسؤولية في البرلمان ولا في الحكومة يوسخ الشفافية يوسخ الشفافية يعني عدان قوادي تخصان البرامج دغا كذا فين هادو شين تيا فوتين مثلا تماما جلالة الملك اللي حيتول في الورش الدعم الاجتماعي يفيد صراحة يحنقين يعني المتن الخطاب يفيد يلهمش جدا واسع جدا باش يتول في المسألة علاش حيت هما تخصوا المواطن مباشرة يعني كمواطن يعني تخص الرعاية ديالي يسول يعني إن القضية الفئات المعنية يسول حل الغايات الغاية مثلا الدعم المباشر يسول حول في إطار القانوني المرجعي للمسألات باش يعني نسول في الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية يأكدح فماس المسألة تنزيل بالارساء مي القيام اللي راه يساهم باش اننا نستوي يعني على ارض الواقع مساله تسند تطور البرنامج الدعم الاجتماعي كذلك الحنسوال البرنامج الدعم الاجتماعي يتركز في سنه القاد تنقيت زوار كاع يعني زي حنا يعني تقيمه وطنيه ترى تسكن تحسين الأسرة المغربية باعتبارها يعني انتهي هو المجتمع المغربي كله باعتبار المجتمع انتهي قال الصورة الأسرة المغربية الأسرة المغربية انتهي قال الصورة المجتمع المغربي انتهى عبر الأسرة عبر المجتمع المغربي انتهى لك الصورة إبرة وكا من المسألات يسول أنه يحجور بين تحسين الأسرة المغربية ضمنات الكرامان نزرع ديز القيم التضامن في الابعاد سواء الاجتماعيه الاخلاقيه كل شيء مثلي مساله مهمه اشاره جلاله الملك بانه حتى توسع الفئات اللي تستهدف البرامج الهشاشه محاربه الفاق محاربه يعني الفوارق الاجتماعيه حنزول في المؤشرات التنميه سواء الاجتماعيه ولا البشريه ولا حتى تحسين المجتمع اللي حل الازمات حيت منظرة غيلة رسالة سوى واحد يعني الأزمة يتزاز سوى واحد لأنه مد حماس للحدود المغربية أمان نسيت القضية إذا التعاون بنيت التماسك بيناتهم تيلي المسألة اللي يقال يعني كفلة جلالة الملك باش ينجح مشروعات يعني سواء حل أهداف ولا حل غايات لانه يخصيص هذه المساحه باه راه مقرنا يشتغل في الفئات يسوى لحد لا تكون شي وريت ناحية حتى يبتين في المساله القدسيه من الروابط العائليه اللي يستسر الاسره المغربيه وكان من غير نيت على اتصال على اشاره قويه حيث قلت الغاء فما المساله تعديل مدونه الاسره وكان يوري يمكن جلاله الملك ما سيمنا انه يكون يمكن تحرم اي اللي يحل سيدي ربي ولا تحلوش اي اللي تحرم سيدي ربي
مسألة يعني الرمزية لان الخطاب جلالة الملك بأنه الافتتاح دور البرلمان يذكر في المسألات بأنه يسوج رسالة رئيس الحكومة ولا الرئيس المطلبات بأنه يدور مشاورات بدون المشروع المسودة مدونة الأسرة. للأسف الشديد يجي المجال الوسائل لرواد وسائل التواصل الاجتماعي وسيقدر يحل المشروع ولا مسودة المشروع أتوان. يعني مسألات غير تأكد دور الناطق الرسمي في اسم الحكومة إخصاء الدفوع تصريح الميزان الحكومة إخصاء تصريح المواطن المواطن البسيط قدرات يفهم أي برنامج أي سياسة أي قانون إخصاء أن واجه المواطن هذا تصريح لأنه الإرادة السياسية الترغام قد أفراد أجلية السياسة التواصلية إيقان جيدة جدا في غلاد الإبليسن يعني جميع الحكومات لان تخصصات من التواصل السياسي إخصاء المخاطبة المواطن وقلت الأزمة يكنتر تريد إخصاء الحكومة تفوق اشتراط إيه المواطنين. أتحترم الحق المعلومة يكون لي مزداغي مغربي. نعم. هذا قال المشكل سي الحسين أولودي أن تلاحظ أن أنت نايد أن أنت دير كوياس قويدة خصوصا تنبط أنت ما زيرتنا يخصى سمصوات دي مزداغ لأن سمصوات نغيان بيا بريد خشيان زقين غميس النور يصحين بيا بريد خفيت الجهات إيران أتخسرنا يد المشاريع أن يكون المغرب سمصوات غادي تنبط دي مزداغ ربما أت بيا بريد خفويد كله. أستاذ الحسين أولودي تصورت قيدنا قيرونا أن سواء أن تغير تنقاض يظن ذات نماغ أن تغير سن رغادي سن تقر تقرر ذاك تجيد لماتنا زهرة أرجدال دياسين أحوقا أخوين تنين مغربين ذما تتنين سن أخوة دي تخصا نرز ممورد البرلمان ولا ثبرتين ديدا قوانونا دي الخطاب مقرن صاحب الجلالة اللي محتوظ دي صربات ينصر. هندودين تمزيرت المغرب اللي اختجرى المجري تشقانة تملايا اختو قدنت غوسيوين اللي قانت ميتار نتويسي تويزي اللي يد ليلانا انقري دوران توجيوين زغيز مازي قبورن وكان ما يادا ارديتكا اسقمين توجات مغربي فما يد نيتا ردينين توقت نسنفال وصدوف انتو قريوت انتوجا افادت غمان تنديتيناد اشكو توجا يستوان ادغيا كانمون يستوان الزلزال الحوزي فيغ ان نوريس خسان تينيس قيم تقبورين ليلان مازن داري مازيغ لكل سمعني مازيغ تويسان ستيويزي وقت تيني تيويزي كاتين تقا خسان تيني توري لسكار الميد اختزم انتقبيلين ارتمون باش تسكر نكر اللي كان المصلحة العامة زودي ما يزين سوغاراس ولا ما يزين سوامان ولا ما يزين خسان تين تيرزا ولا لقت لسان تيني نروى غايدا فانت في القيامات سو حاضرت واخا نسمو كل غيلاد لان هاتي بدا ترك نقص تلمس هي العدد المناطق ولكن الزلزال فاغيت خسرتيني المناسبه اللي غير باين ان المغاربه كلو تنقانيات وبالفعل هاتي خطا غير خطاب وقليد يشير المساليات لان خلصت تقايات الصوره يزيل نحلان في المغرب لان هاتي الزر اي زي كل تساسين اللي الزر ديسنت ميكير المجالات اللي غنى غير كلي نزراو السند الا بزاف يعني في سنت الرف لا سوال بزاف ميدن ايكات المدونه الاسره يغنرزم انستغرام فيسبوك تيك توك كل شيء سوال في المدونه الاسره نزرا تيكصاد ميدن في سنت لاد اخر خطاب صاحب الجلاله افتتاح الدوره التشريعيه ياكد داغ اوغليد بلي انه اخصاء اديلي تعديل المضامين مدونه الاسره علاش شكو غيدي غنى مدونه الاسره ونسوا الغرف تمغارت نغدر كاز واحد وتنغتزانين اشكو إن أوغليد محمد ويصديس يختصلح الأسرة هاتي زون ديخ كله تصلحت أمون كله الرا أنا مو نمسيون نغد سجل الاجتماعي الموحد يجاي الورش بهريم قرن لفرد سوري تنبطة مغربية تأفد تلية تويسي قوتن يتوجيوين ليحتجان زون تزانين ليقران تزانين مطاب تزانين يجان تسلميا توجيوين تمزلاد دي لمضن لغورليني محضارن أسلو الناك تاليد دارف قرن لمدن قرن إلا في توجيوين أتسجن تكولو تنتغمس لبوابة الإلكترونية السجل الوطني للسكان فعلا الغولية السكان السجل الوطني للسكان ويمكن افلاس نساول ابلا يغنجمع في
السجل العام للسكان اشكون سينيتسن كان كله قاعده كان سينيتسن كان قاعده البيانات القاعده البيانات باش فلا استعدامت الدوله فيما يسمى البديل التغطيه الاجتماعيه التغطيه الاجتماعيه اللي هاد السن تقاتي الرميد الرميد الا غير البديل نس سقولي السجل الوطني للسكان وكان غير الدوله ترسم الورشاد اصلا يقى ورش ملكي بناء الخطاب الملكي اللي لنغيلا تيلي الحاجنس من بعد الجائحه كورونا يرين بعض الظواهر يضنيز غير الزلزال غير باش تسكر الدوله الاعداد الاحصائيات الداسيين ديال لاباز الدوني باش تفك الترزمي ميدناد المجال البوابات او المنصات الالكترونيه باش تقيس تسجل باش تسن ميدن على الاقل الدوله تسن ميدن مشكل يعني الاحصائيات اللي دار اللي لان دار ميدن باش هاد السن ما مولات تكف الاعانات تتسمر تشكي من نظام التغطيه الصحيه بمعنى انه لندن غسل سيل الاوراش كانت مهمين يا الورش يرتبط شويه الورش ازوارن ايغا وين التغطيه الصحيه الورش ويسين ايغا الورش الاجتماعي يعني الدعم المباشر للاسر وكان الورشاد يقال الورش يرزمت يد لبنان يد لقيس الدوله من 2018-2019 تشكيل الجائحه كورونا في الدوله السبب كان وجيه باش ترزم الورشاد داس في الاهميه اللي بزاف يستهمان تشكيل غير الوضعيات غير الزلزال المخلفات الزلزال الهشاشه مد المجتمع كله توالي سنوات الجفاف تفايغ الراهنيه الاجباريه الالحاحيه الفاعليه للسجلات الوطني او السجل الوطني للسكان والسجن العام الموحد وكان الخيرات هذه تقات كله الى كله العالم اشكو كريات الدوله دوله باش الترزمية الورش غدا تساهم غدا تشكي ميدن سكان البوابات الالكترونيه ضروري الدرسين الاحصائيات ميدن باش تستافد الاسره مس البرامج ضروري تسجل مس السجل الوطني للسكان ميادة ريوسا غالال نسوير نصير نتوجوين دريكس الزلد دي لمض يستوياغ تفوشين تنفليت تنمونت تفقانيت دأمون أرياكات يفوت نسلق تليقي ستيلي تويسي التويزي غمنيد نكولو تستسين نزماز عشان العادي مني عايزين نمشيو الناس رحاب غيثيك اللي يظن سي محمد شرور يعني نسي الخوين ديدان الخطاب مقر وجليد نسي ولي نخفو نور زمي تواقيل ومراد زق البرلمان يعني أمراد إمساساد تينيري نغد إلا قول مس الولاية دام زيارو يعني أزيا كانت الخصوصية إلا تينيري وسقواس دان سواخ مشروع قانون المالية وسقواس ديدان السياق النقدي داوية المشروع القانون المالية إلين شيان زق المشاريع القوانين يظن نيتو راجان غير سنيليا النقاش البرلمان متى الأولويات دانا ديلي قرعا نحينين قوية تخصى ثوري البرلمان قمورات والحاجة مزقرت بعدا ما كتوين الوقت بزاف قد الدوري نكتوبر هي مشروع قانون المالية يخصص دي الدور البرلمان ذات ساعد كل مكي عطر يخصد 20 غير اكتوبر يخصد يجريق المجلس الوزاري ونخ بأنه مشروع قانون المالية يخصد ويشي كان الإجراءات التدابير ذات 80 أمون النخ الأوراش نتويث مزيرت النخ ظن نخ بأنه الورش الحماية الاجتماعية غير سيري والدورة مقران ومشروع قانون المالية على حقاش هي المشروع منتدين مغربي ماشي ديكس نيويتي ديكشن مزيرتا كتنكت مزيرتا ناخذونا بانه توك التجربة تمزقلو تبدا نسق الجهان الرباط سلال قنيطرة ولكن دغيا ظننا بانه تعمم غير المناطق كل يلي السجل الوطني للسكان سين سنات النيرسال اخيشين كنف ان يلي ون الاستهداف يتمان امزدا يلي القوانين ظنينية من النيخ القانون الاضراب على حقاش دغي مازالت النخ بشي غنتوري فين قويه تهمان مثلا امون التسريع الصناعي غند شي كان الاوراش مقران تسن المغرب دغي تبارك الله لا يغول لي الصفاء اللي تصدير الطوموبيلات غير برا النخ بانه يخص قانون الاضراب ادفغ الوجود على حقاش انت غي غايين ينقر المشغل المشغل. نعم. إلي المشروع
القانون الجنائي ظن اخاك انت ذيك الشيء كان الحوايج عقاش تنسن بانه تيويث الحكومه دقات هي المراجعه شامله دغي يعني في الحساب وزاره العدل التي داوين الدورايات إلين ديخ المشاريع ظنين المشاريع القوانين ظنخ مدونة الأسرة صور تغيية توجد الدوريات ولكن الدوريات دي دان توجد ولكن دغي دا ديرين شي كان الملامح دي مزقورة ظنخ بأنه البرلمان ديك الحاجة تمزقارو هو الرقابة هي دي سقسيتن نتيرينين سواء محلية غن الصعيد الوطني ولكن أيضا نتبع الخطوات نتق الحكومه قويه تنزيل نعم. المشاريع هذه مقرات خاصه خبرين اللجان هذه خدم الكياس اللجان قميتي لي يعني خدم تاكسوات العمل اللي قرن حقاش دي السيد خاصه خصها دي سينما نين بين لها ماشي غاسي يراو الكويا مالسنا نعلو نسقسي هناك تيني البرلمان حتى تيري اللجان اللي خدمنا الكياس لا اللجنه تامزر خدم زكتي فوتا الكيض النقاش نيتيري سبات هذه الدنا دي خصها غير الماليه ربما سي ملا لا غير صدهيره يا دويار نعم ركنس نتي الناس شروروف الدوره الخريفيه اولا راه تاويس نصف الولايه نعم نصف الولايه اللي خصها السيد رئيس الحكومه يقدم يعني اكسقسي يعني سقسي كمعارضه سي ملال نصف الولايه يسنيو ضغر نصف البرنامج الحكومي لكل بعدا البرنامج الحكومي مفتقس نظري والو البرنامج الحكومي كيس بزاف كيسنى البدايه الاحلام نعم ولكن الحكومه نزران كوني غل الفريق الاشتراكي غل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيه ان الحكومه غنيس في الولايات خصها فعلا غادي تاوي يعني ما تحقق البرنامج الحكومي ثم الحصيله نص الولايه نصف الولايه خصها توجد يعني خص قانون الماليه يدغيلا اي البدايه تقديم الحصيله هذا شكون قانون الماليه نتزمت للولايه يعني الحكومه نزرى يعني مجموعه من الامور ورتاد واش كنت نزرى قانون الاضراب ورتاد اللي نزرى الوتيره التشريع يسي قدر الحكومه يعني تستدرك يعني خسانتين اللي نقمان غنشكد اللي تضيعه خسانتين اللي زرين يعني نزرى الوتيره التشريع اللي كان بطيئه بزاف نزرى مجموعه من الاصلاحات اللي بيد نزرى كذلك ان مجموعه من الاشكالات واخا يعني المؤشرات يمكن حاليا كانت شويه ايجابيه اقتصاديا يعني نزرى مثلا نسبه النمو اللي يمكن قدرت تسلك شي شويه غسكوسه نزرى البطاله اللي شي شويه يعني تقصيت نصف نقطه تقريبا التضخم اللي يمكن يوري شي شويه ولكن لانت مجموعه من الامور خاصه تنزيل مختلف الاستراتيجيات نزرى مثلا الاصلاح التعليم اللي بيد نخسات نزرى مشكل الاكراهات الداغلان مؤخرا نزرى الاصلاح الضريبي خصنا نتمنى غتنزرى قانون الماليه هذا تنزرى بالفعل يعني مشكل تزرى غير الندوه نعم اذا تفعيل الحوار الاجتماعي نعم تفعيل الحوار الاجتماعي نزرى الحوار الاجتماعي نزرى التوقيعات ولكن اللي غنزرى مؤسسه نعم ولكن الواقع خصنا نزرى غيلات بانه القانون الاساسي ولا النظام الاساسي للتعليم اللي غلان مشكل الاشكالات نعم. يعني واخا الا التوقيع عند النقابات نزرى غاستاد النقابات ورين تيغردين نعم. يعني الخير هذا كله اذا راه غاستاد النقابات التعليم يعني ورث لي الغرس الارتباط القاعده يعني الاسره التعليم لان الساد فيرما يدي في القانون الاساسي نزرى الاضرابات نيلان دغيك القطاع نعم. التعليم هو يعني غرس يعني يخص ربما اياد القانون الاساسي يليك صالح الاستاذ نعم. يليك صالح التلميذ يليك صالح يكون وين يروي التعليم نعم. كما زرتنا ولكن نوفى العكس نعم نظريات القضية أخرى هي الاستثمار نظرة مثلا أن جلالة الملك يعني السنة المالية السنة التشريعية اللي زرين يساول بأن يخص الاستثمار الخاص يخص 50% ولكن إلى حدود الساعة تنزيل القانون الإطار وتلاقي السكريات نظرة كذلك الفلاحة العالم القروي الاستثمار العالم القروي نظرت بأنه الدليل بحال بلاش نساو الغيلات يعني لانت مجموعه من الامور اللي خصها الحكومه نعم كلها كمعارضه انت خصها تتواضع نعم ترزم الحوار سواء عند المعارضه ولا القوى الحيه خت مازيرتنا باش انا نكمل الحلول شكون الخيرات كله الا
غير المصلحه العامه انت ما زرتنا ورقصت لي المعارضه ولا الاغلبيه خاصه غد الظروف هذه الاستثنائيه اللي فنسوال نظرا بان كذلك تما زرتنا تحصل في الشرف الاحتضان كاس العالم يعني ريسكاريا الضغط في الميزانيه العامه للدوله خاصها استثمارات خاصها مجموعه من الامور البنيه التحتيه اللي خاصها تنوجد يعني خاصها قانون الماليات غير خاصها قانون الماليه اللي غادي تبين اولا الطبيعه الحكوميه ديال المكسره تكمل الولايه ثم خاصها كنسنا خاصها يمك التواضع دار الحكومه باش يقدر ربما الحكومه الا هي الفرقه خاتارين ديال الحكومه المعارضه يعني عندنا لان انت ولكن الا غيروني الجانب المسؤوليه كمعارضه لان خصاتيات المعارضه دي تاوين الافكار تاوي يعني البدائل ديال المعارضه اللي صحاني غين ربما اي زويد نبطونا الى المعارضه ورتمون اين دي جاني الحكومه ربما تف يعني ورتيلي قوم صواد نديرز المعارضه شوف الفكره ان المعارضه اتمون معارضه ورتمون يعني ايديولوجيا وفكريا نعم. يعني ويمكن الدرسيه ولكن نفس غيت اتمون يعني عمليا لا نعم. الا التنسيق بين نعم. الاحزاب المعارضه ولكن غير اللي نقدر فلاس نسكر التنسيق نعم. ولكن لانت بعض الامور اللي رفق فلاس نعم. وبالتالي المعارضه تقدم الاقتراحات نزرع مقترحات القوانين نعم. دارنا اكس ازيد اليوم غصد المعارضه تقدم اكثر من 200 مقترح قانون الحكومه ولا تتفاعل نهائيا نزرع الطلبات العقد اجتماع اللجان لجان الوزراء ولا تشكن اللجان نعم. يعني بصعوبه تشكن نزرع مثلا مجموعه من المقترحات انك قانون الماليه غتكون شي ترفض الحكومه نزرع نطلب الحوار السيد رئيس الحكومه مجموعه من القضايا اللي خصها يعني رئيس الحكومه خصه يلزم نقاش الاحزاب نعم. وخا يعني انت درت الاغلبيه ولكن في اطار يعني الوحده الوطنيه في اطار تعاون بين الاغلبيه والمعارضه في المصلحه العامه انت مازلتنا ضروري نعم. خصني يمكن التعاون تبادل الافكار خاصه الظرفيه انك ثلاث مازلتنا ضغي خصها ديال التعاون ويا استاذ الحسين اولودي يعني اذا سوال خف متى الاولويات متى تاوسي وين ما غيتموش ودور انت زويري كويتي تخصان توري البرلمان كويت الدوره الخرايف سوغات علود يعني الحكومه ارض غير نص الماسني ودار نص الولايه دغي لان غير شيان زق المسؤوليات كوادي تخصان شيان زق المشاريع القوانين نيدانا ديالي ذات البرلمان ولا ذات تنباط تماما فيما يخص النقطتين دور البرلمان يعني ك يعني دور المؤسسه اللي دار سيلان لا باس نذكر في هذه القضيه مهمه جدا انه اخصاء حضر سواء نواب الامه الفرق كنت كل شيء سواء المعارضة ولا الأغلبية ولا الحكومة في حد ذاتها يخصها تحضر المصلحة العليا للوطن للمواطن يخصها أنقصي أمشي القضية المزايدة السياسية التي ما بين الأحزاب ما بين المعارضة الأغلبية الحكومية يخصها أنسن بأنه إذ يخلوني نجح الحوار الاجتماعي مثلا، يخلوني نجح التمرير القانون اللي يتعلق بالتعليم، اللي يتعلق بالصحه، اللي يتعلق بالعدل، اللي يتعلق باي قطاع من القطاعات، نسامح خير من تنميه، اسمها زي سمح، نسعام ولا زياده المعاناه الى المواطن، سواء فدرال ولا حزراء. خاصه نسولف يعني اللي خصتي لي الاراده السياسيه، قلتوا لك شي تضارب المصالح. مسألة مهمة يظني يقدر يعني تقديم المقترحات اللي كيساوي الأستاذ مزيانة ولكن يخصى يعني أولى يعني تيلي المسألة التوافق يخصى تنزل الحكومة يخصى المعارضة تنزل ينتز باش ميز أنسرز يعني أو تصبح أنا مقرنة تيجان هو الهدف الأسماء الحكومة ولا المعارضة يخص المواطن أن يحس بأنه يعيش في الرغد يعيش في الطمأنينة يعيش في الوطن يحتوي يعني يضمن الحقوق يضمن الكرامة يضمن جميع الحقوق كذلك أنه لقني يدي الواجب يسمي كما عليه واجبات لديه حقوق لأن كي يحتس دور البرلمان اللي مزيان ينقص البرنامج الحكومي اللي جان طقس الحقائق مثلا يخص دورتو ولا حتى دور الاحزاب يعني انا سواء في دور البرلمان دورتو كاحزاب يعني اللي في المكون البرلمان الا على العاتق المسؤوليه
نقص تقدير للمواطن، يخص ضروري تقدير للمواطن باش قيس المواطن البسيط في دار بانه الحزبات الاغلبيه الحكوميه ما تخصها ما تخصها تسكر ما تخصها تسكر الدور البرلمان هاتي الدور الاستاذ الحسين الودي الاستاذ حسين الودي السن ماس يعني ايضا دورات مساسات النصف نغد ازينا مزيارو ازك الولايات الحكومه استعلو مس امناس في السنة دازين وسنة دي قيمة الحكومة تغي هذيك ستاود غير كل البرامج تغي الأوراش نتاع تكم المملكة المغرب نسن الظرفيات الدولية لا نسن أيضا الظرفية أنك ثلاث ما زرت الناس ومتى فير زلزال ثمانية شو تنبير ولا فير الأوراش خاطر نك يكم المغرب تغي ثان باط كوزين وسين تبعت يد توري خاطر ولكن ذات غي ما المشروع القانون المالية قدنا دي يعني القانون سوات نخفي دادي النقاش خاطر كما زرتنا تماما يعني يمكن غلا نلقى مقبلين يعني كل كويس زري يتفطر قال يعني غير يسيره حمات الولايه الحكومه نلقى مقبلين في القانون الماليه وجديد نحط القانون الماليه اللي دي كان قدام نتان اباح يعني نتاني تكان يعني انت افدت بالنون سواء تقارير سنوية ما تخصى تنبط تمازيل تخسر الفلوس ولا توقعات التحصيل حماس المسائل الضرائب ولا الموارد المالية كل شيء دونك القانون المالية اللي انت السلوس الخارطة الطريق العمل للحكومة يخصى يعني اللي يتقيم بهرمقر عن طريق تيلي التوافقات تيلي تقريب الاراء تيلي مقاربه تصرفيه تيلي اراده سياسيه بانه انسج القانونات سواء نلقى معارضه ولا نلقى اغلبيه يخص الدار الحريه لي يعني الشد ليا نقطع لك لي ثلاث سنين يعني يخص اركز يعني السنة المالية المقبلة مثلا لفرنساوال أنها الميزانية التقديرية مثلا تلقى قد القد الميزانية الفعلية راه تنظم وقت نبدا حماس القانون المالية نصوت في الناس الدريس نقول حتى يكره القطاع نراعي الخصوصية المناطق حماس تحديد يعني لخونا السروس المحاور دخلنا السرس الميزانية القطاعات كل دن أدور 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 يلي أدور يلي النوع الحيف ولا والعتم المقاربة العدالة المجالية ولا المعتم فاللي كان الهدف الأسماء اللي كان ديما تنمية الوطن والمواطن يقصد ديما تنسب نصب أعيننا على القوانين المالية ولا جميع شريعات اللي فتبدا البرلمان باعتباره مؤسسه شرعيه باعتباره إيجا داس دور رئيسي بالمؤسسه التنفيذيه اللي تقال الحكومه يخصها التعاون سواء معارضه او حكومه تختص رساله لجميع الاحزاب السياسيه لجميع مكونات الحكومه لجميع البرلمانيين بغرفتي يعني سواء في مجلس المستشارين ولا مجلس النواب. نعم نعم لكن سي مرشا يا الاستاذ الحسين اولودي غير اسقسين تينيري غير الاستاذ يعني محمد شرورو ام نصف ويسين زق الولايات ربما هذيك سيتي الهاجس للانتخابات سجد الانتخابات الا التخوف هذه الدو الحكومه قويه الاتجاه الوقت غير غلا الالتزامات تختارين نمي لازم هذيك سنيدو اثمازيرت نقصو متى قويه خصوصا اصرصون الدول الاجتماعيه لا غاز ضروري هذا غير شويه غير الجو خمت نخ سيميلار على حقاش يخصني سي ندغي بانه الحكومه هي تدا دكيا الظروف صعبنين. نعم. حاج تم زكاروت سكاس ناض سكاسه جفاف. جفاف نعم. ورويت نزار تفلاح من توجوري اللي يقول المغرب الذي تويز برا ارخ الحرب ناي نيلان هنا كن اوكرانيا روسيا كنت الا روسيا تاثير القران خفل يريد يخ امون نيخ الزلزال انا ديدان ورغيفش نعوير اذا نظن نخ بانه القانون الماليه عند مشروع قانون المالي خصي لي الترجمه للبرنامج الحكومي ولكن في نفس الوقت خصها يجاوب في الاشكاليات ناد الدانين امون نخ نخمي ونعوير
يريدخ تم زيرت قال الحكومه البرنامج نسور دير برنامج بانه اذا نربح ننظم كاس العالم يدد كاس العالم كاس العالم يخصد نسوجيد يعني يخص أنا بدل شيء كان الأمور يخصن شيء القيمة ثم قرنت. كانت كأس العالم يدد غص سوي نزيل لسيشرو. معلوم. عدين سواخ في البنية التحتيات البنية التحتية أنت ما زلت نقول له. عدين سواخ في الأوراش يكسوات عدين سواخ في استخدم ميدا يعني هيات كله. يزيل ويات كل شيء يزيل غص دون نحب أنه الحكومة غير غورس ينو قويم قوي الزين مقور يخصت أتبد ولكن نتتولوا بأنه الشهادة المؤسسات المالية الدولية نانين بأنه المغرب يتبع النموذج الاقتصادي اللي يصحانا له خصنا نسين بانه المغرب يكسق اللائحه الرماديه قويه ذي تمن التدبير المالي الى اخره ظن اخبي انه هو هذا انتو والي بنك المغرب انه يوم زن الجائزه ظن اخذ ثيو ضيشت الوقت غان يفوز قفوس لا الاغلبيه لا المعارضه يخص امون النيخ ان معاون هكا ان سيود اكوا غير سنسا دغي مني انه ما تنخلينا تي الدخ ماشي وقت نواسن المعارضه من اجل المعارضه يخص تيريا المعارضه نقمي غير ديكس القوة اقتراحية يخصنش البدائل يخصن انش انش انشي كان الاقتراحات ولكن هذا البط غاص تصغد واخا وغاص فليت شوف الاجتماع علاقاش يعني داز كمور عارض هذاك يتيري الاجتماع انه ما نخبي انه لا توغن الاجتماعات الاحزاب المعارضة الاحزاب الاغلبية توغن توغن نكني اذا نسولد نكتي تابرات نيروي الحزب التقدم الاشتراكيه سي شتن الطريقه اللي خلنا يخلق شي شويه اسمنت ولكن نظن ناخذ غي هوشي الاحزاب الثنائيه نعم تفكر دغي التنميه المغرب ما كغانك ان نعاوني مزداغ النقمي الى زلزال ما كغانك ان سوجيدي خفاو النخ كاس العالم على حقاش تظاهرة دوليه قمي غيري غادي ونشي كان الخير صربي اظن نخ بانه الانتخابات سول بعدن يلا نكني دغيا نبدا كوس كوس وشرا ولكن يمكن تيني خاص كوسان كارو عاد غايبدو حمزوره تخويض دايتيني حمزوره دغيا نبدا حمزوره سي محمد شرورو سقسيتي لي ركول غير الاستاذ سي محمد ملال يعني استغيث نبطت الدوق كيان ووالي نات وجلي اول غير سيات الحمولات خاطر الاستمراريه التفاؤل يعني يالو لا روز المغربيين كلو ادي ديرتو درتي زيل لا الاستمرارية التفاؤل خاصها ديمايلين ولكن قبل اللي غاد تفاعل غاد سي شرورو ولا سي سي ولودي سي الحسين شكون هناك ودي المعارضة كوني غير المعارضة يختصر غير المشاريع القوانين اللي زرين غير البرلمان خلال يعني السنتين اللي زرين تقريبا كلشي تلاقي الأغلبية تقريبا أي يعني الإجماع الإجماع يعني ما ديس بيان غير ديس بيان بأن الفرق المعارضة والأحزاب المعارضة يعني دارسنت هي تفاعل إيجابي للمقترحات ولا المشاريع اللي تتوي الحكومة اللي غنزرى بأن تلاقي سنت المصلحة عند مازيرت. ما غنختلف، نختلف بعض الأمور اللي اختلا المقاربة التشاركية ورتلي نهائيا. غنفهمني بأن السيد رئيس الحكومة ولا الحكومة الأعضاء الحكومة يخصها تتواضع شي شوية باش أن تعاون في الازمات اللي تواجهت مازيرتنا. نعم. ثم راه غتجاوب كذلك في كثير الاستمراريه. باش تثير الاستمراريه نعم. التفاؤل. نعم. راه غتجاوب كذلك سي شرورو فتنظيم الكاس العالم هو اشراف وقليد التنصر ربي مباشره. نعم. يعني تيعين الرئيس سيد فوزي القجع اللي نعم. تكلف الملف يعني الماليه ولا الميزانيه اللي نغيها تيتكلف سي وقليد مباشره. نعم. يعني باش خدا ستور الخلطه كذلك تدبير الازمه الزلزال كذلك التذكره ديال الصندوق ديال المؤسسه اللي راه تتابع قانون الماليه كل نسوال في المؤشرات الامكانيات اللي دار الحكومه وراه نسوال في المسائل الاستثنائيه المسائل الاستثنائيه دارت الابواب نزلت يعني التمويل سواء الصندوق عتي نزرا يز المساهمه المغاربه يسلك مغيلات تقريبا 10 مليون المليار 10 المليار درهم 10 مليار درهم يسلك مع 10 المليار ديال نغ القروض اللي راه ديش كغيت اجي المسائل ديال ديش كغ الصناديق ديالني اللي فوق تدبير الحكومه
ثم كذلك كأس العالم اعتراض الدرسيلي في الغالب الدرسيلي ميزانية خاصة وبالتالي كنا نتحسب الحكومة يعني في مختفك القانون المالية من 2023 دما دختفك البرنامج الحكومي بالطبع المداخل اللي دارس لنا ولكن المسائل الاستثنائية ورفلس النساوال دارس انت غير سنة غير سنة الأبواب نعم. نسلموا يتنين يعني مسرعة التداوي غير هو أن نكوني كاتحاد اشتراكي ولا تقريبا كالمعارضة برمتها يعني منفتحة يعني نزرى مناقشات للتنين داخل اللجان نزرى التفاعل مثلا مجموعة من الأمور غير النظام الداخلي مثلا المجلس لغلا يعني الإجماع نزرى مجموعة من المشاريع نزرى قانون المالية براسه لأن تقيس مش كل المواد أرفلس من تصوات الإجماع ولكن يعني ما يغوري لي التعاون المعارضة غي يعني المقترحات نكغ القوانين نتويد تعديلات نويد مقترحات القوانين نويد اقتراحات اجتماعات اللجان نويد مجموعة من الأمور وبالتالي أرنتميد بأنه يعني الكونين إيجابيين ومستعدين يعني تغ مديوش كان لسند التفاؤل الاستمرارية نعم. أن نستمر يعني في العمل لمصلحة نعم. مزيرة النور جديد محمد وصيص ربعة ينصر عادي وشال خارطان وبريد نغدي وشا البلان ناخف دات دو ثوري البرلمان ولا ثوري أن ترباط قمورات الهوضة تنجيري أجرى وأوساذ لسني مرخشيان بجونا كديد حاضر الأستاذ محمد شرور نيان نائب برلماني زي الحزب الأصل المعاصرة الأستاذ محمد ملال نيان نائب برلماني زي الحزب الاتحاد الاشتراكي القوات الشعبية نذان سني مرشيان أرسني مرخشيان أستاذ الحسين أولودي نيان أزقي مرزاق الجغرافيا السياسية ثاني مرتنسة ثاني مرتنون إيمانيا غعزين قوت فورنوني وجراود ناس خصائي ونورزم من توريوين ومرامينو أزقى توريوين البرلمان يراكيتون أجرى ويدنسك يراونون أبريد ثنامورت قيمة كلمان ربي أدلانس